بعد سن الخمسين طبعا الامراض بتيجي طبعا، السكر والضغط ودي كلها طبعا من عمر الحياه يعني، وضغط الحياه يعني. انا شخصيا عندي ضغط والسكر عظام الرجل مثلا بتاع كده، انت 50 سنه رجلي شايلاك. انا بالنسبه ليا عندي سكر. الواحد نظره كان كويس جدا، ابتدى النظر طبعا، حكايه الميه البيضه دي طبعا ممكن بتصيب الواحد، خشونه الركبه طبعا يعني دي بتبقى آفة موجوده، وده غالبا يمكن اكتر الكبار السن بيصابوا بيها يعني. لو اضطر الامر لصعود السلم بتحس طبعا بتغيرات بنهجان، نتيجه طبعا اصبح القلب النهارده بيتاثر، الارهاق يعني في العمل او المجهود بيقل عكس الشباب. بعد سن الخمسين الحركه بتقل، العينين بتغير بتقل، بلبس نظارتين، نظاره للقرايه ونظاره للمشي. بهتم بصحتي باكل مناسب، ما يكونش مثبت، ما يكونش فيه شطه كتير. بالنسبه للدهون، الدهون اللي هي اللي بتقفل شرايين القلب دي وبتاع وكده، لازم يعني يبقى الانسان يقلل من الدهون. يا جماعه اليابانيين بيقول لك ان السموم البيضاء ثلاثه، السكر والدقيق والملح. بؤدي رياضاتي اليوميه، المشي او الجوجينج او الحركه اللي بتخلي الواحد دايما في حاله صحيه بفضل الله مذهله. ما بحسش ان انا 68، بحس ان انا 48. كنت اتمنى ان انا ما كنتش اتناول بعض الاطعمه اللي هي طبعا بتضر الجسم، مثلا مثل الدهون، حاجات كتير مثل الاملاح.